كده التحويل تم يا ادهم باشا، فلوس اتنقلت في حسابك، واحلى احلى على دي شراكة. الف مبروك عليك احلى قفا يا حسن يا عمرو. شكرا يا كريم، فلوس في حسابك. خضك دليل ما شافك. هو النمر اول ما بيظهر بيخبط. معاك فلوس تروح بيها ولا معاكش؟ امسك. يلا خد العشرة جنيه دي روح بيها. دي الفلوس الحلال الوحيدة اللي هتاخدها من عيلة ماهر رضوان. وشكرا انك رجعت لنا فلوسنا اللي ابوك سرقها زمان. ويلا بقى روح لابوك، خد بالك منه. عشان البنك قريب هيطردكم من البيت ومن المحل ومن الدنيا كلها. قلت الحلال مش هتمشي من الساخ. ماشي يا اخويا. قلت الحلال مش هتمشي من الساخ. طب ده علق بقى. قلت الحلال مش هتمشي من الساخ. احنا ملوك الساخة ومش هنمشي. قلت الحلال مش هتمشي من الساخ. ابعد عنه العياط ده كلها. صدمة جديدة. ما تغلاش عليك يا كبير. هدية مقبولة. التلميذ اللي اتفوق على أستاذه. أنت حبيبي يا كبير. مين؟ أنا النمر عنتر. عاجبك الحال اللي أنت وصلت له ده؟ الحمد لله على السلامة يا ابني. أنا استنيتك. اقتلني يا نمر. خلاص. أنا خسرت كل حاجة. جودي ماتت، خسرت المحلات وتجارتي، مقاليش أعيش في الدنيا. موتني يا ابني عشان خاطر موتني. مين اللي قال كده يا عنتر؟ انت لازم تعيش، لازم تعيش عشان تشرب كاسك لحد آخره. الكاس اللي انت ماشي تشرب منه خلق الله، من أول ماهر رضوان واللي عملته فيه لحد الصناعية والعمال الغلابة اللي بتفتري عليهم، لحد الراجل اللي يتمت عياله عشان تنقذ بنتك، لحد عيالك نفسه اللي ما سلموش من أذاك. عندك حق، عندك حق. أنا أذى ماشي في الدنيا، مش ماشي كمان. لو عاوزني أبوس إيدك يا نمر عشان تقتلني، قتلني يا ابني خلصني. أنا مش هوسخ إيدي بيك. أشوفك في الآخرة عن طرح حالة. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.